سجلت مملكه البحرين ارتفاعا طفيفا في عدد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. نعم حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 681 حاله قائمه جديده ليصل العدد الاجمالي للحالات القائمه الى 5993 حاله منها 22 حاله تتلقى العلاج في المستشفى واربع حالات في وحده العنايه القصوى هذا ولم يتم تسجيل اي حاله و وفاة خلال اليوم. كما أعلنت وزارة الصحة تعافي تسعمائة وستين حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى خمسمائة وثمانية حالة.